الحصاد من قناة الفلوج. حياكم الله مشاهدينا الكرام اينما كنتم، نشرة إخبارية مفصلة معكم في تقديمي علي فرحان وسيل عماد. أهلا بكم إلى هذا الحصاد والذي نبدأه معكم بأهم ما فيه. العراق يدخل أول أيام الفراغ الدستوري، حوارات السياسة تعجز عن سده والبلاد تخلو لحكومة التصريف. تعطل الموازنة يمنع استثمار الوفرة النفطية، وإفلاس لبنان يضع ودائع عراقية بمليارات الدولارات أمام المجهول. انهيار وشيك في قطاع الدواجن ينذر بأزمة غذائية جديدة، المربون يهجرون الحقول هربا من أسعار الأعلاف. التمر الصحي يطمر عافية السكان، أم العظام تنشر أمراضها بين أبنائها وموقعها البديل غائب. منتقلا من الحيوانات إلى البشر، ذقار تواجه انتشار الحمى النزفية، وباء قديم يتجدد بفعل الإهمال البيطري. أهلا بكم، والبداية من آخر التطورات السياسية، حيث دخل العراق يومه الأول فيما يوصف بالفراغ الدستوري والذي لم تستطع حوارات القوى السياسية من سده حتى الآن. يأتي ذلك في أعقاب حالة انسداد سياسي غير مسبوقة كانت كفيلة بإدخال البلاد في حالة فراغ دستوري جراء عدم استكمال الاستحقاقات المترتبة على إجراء العملية الانتخابية والمنصوص عليها في الدستور والمتمثلة باختيار الرئاسات الثلاث. رغم ذلك تخوض القوى السياسية حوارات من شأنها تسريع خطوات تشكيل الحكومة الجديدة أصل استمرار حالة الخلاف بين قادة الإطار التنسيقي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. إذن بتجاوز المدة المحددة دستوريا لاختيار رئيس للجمهورية يدخل العراق في فراغ دستوري، إذ تخلو نصوص الدستور من أي فقرة تتعلق بالوضع السياسي الراهن، وهو ما يجعل جميع الحلول اللازمة للأزمة الراهنة خارج غطاء الدستور والقانون. فراغ دستوري يدخله العراق بعد نفاد المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد بعد ثلاث محاولات فاشلة جرت منذ 9 من شباط الماضي. وضع سياسي خطير في ظل خلافات تعد الأعقد في العملية السياسية، حيث يعجز البرلمان عن عقد جلسات اختيار الرئيس للمضي نحو تشكيل الحكومة. مجلس النواب يجب أن يعالج المسألة بالشكل المنصوص عليه على أقل تقدير بالمادة 75 عند وجود فراغ دستوري أو فراغ في منصب رئيس الجمهورية، حيث نصت المادة 75 على أن يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة الجمهورية. خبراء القانون يفسرون الفراغ الدستوري تفسيرين، بين من يقول أن المدد الدستورية جاءت لتنظيم الوقت ولا إشكالية على تجاوزها، وآخرون يتحدثون عن خروق قانونية ودستورية قد تصل للذهاب إلى المحكمة الاتحادية وحل البرلمان. في حال تقديم طلب أو دعوة أمام المحكمة الاتحادية التي قرارها ترتقي إلى مستوى قوة ومستوى المواد الدستورية، أعتقد ستنظر وتحاكي الوضع العام السياسي والأمني والاقتصادي، ولعله تذهب اتجاه أن تلك المدد هي مددا تنظيمية ناظمة للمراحل الدستورية. سياسيا ما يزال الصمت سيد الموقف من قبل الكتل السياسية بخصوص التجاوزات الدستورية بحثا عن مخرج قانوني، فيما يعاني البلد من تعطل سياسي واقتصادي بسبب استمرار الحكومة تحت صلاحيات تصريف الأعمال اليومية فقط.
أزمة الفراغ الدستوري تعني أن أي حل يمكن طرحه لحلها لن يكون تحت غطاء القانون والدستور، وهو ما يعني أن الإشكاليات القانونية والخلافات السياسية لن يبقى أمامها طريق سوى التسويات والتوافقات التي لا تبدو حتى اللحظة ممكنة هي الأخرى. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية. حول هذا الملف ينضم إلينا الخبير القانوني السيد حيدر الصوفي. مساء الخير على حضرتك سيد حيدر. اليوم العراق في أول أيام الفراغ الدستوري، فبالتالي أريد نسأل ماذا يعني دخول العراق في فراغ دستوري بداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. البرلمان عندما لم ينتخب رئيس الجمهورية خلال المدة المحددة فهنا حصلت المخالفة الدستورية، لا البرلمان لا الفراغ الدستوري، حصلت مخالفة دستورية والخرق الدستوري. والخرق الدستوري يختلف والمخالفة الدستورية تختلف عن الفراغ الدستوري. الخرق الدستوري والمخالفة الدستورية تقتضي على مجلس النواب أن يسارع في بسرعة في انتخاب رئيس الجمهورية وتنفيذ ما ألزمه الدستور في ذلك. أما المخالفة تبقى تؤدي إلى بقاء رئيس الجمهورية الحالي في مهامه استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية، وتبقى الحكومة حكومة تصريف الأعمال، وتصريف الأعمال لا تقوم بواجبات تقديم ما يؤمل منها للبلد وللشعب من ناحية المركز القانوني. فإذا كان هناك قرار يرتب مركزا قانونيا او التزاما، يعني هاي راح نجي نتحدث عنها سيد حيدر اذا تسمح. نعم لي. نعم. لكن قبل ذلك تتحدث حضرتك عن مخالفة دستورية او فراغ دستوري، هذا الامر شلون راح ياثر على قانونية استمرار رئيس الجمهورية الحالي؟ طبعا رئيس الجمهورية بعد بقرار المحكمة الاتحادية ويستمر رئيس الجمهورية بممارسة صلاحياته ومهامه لحين انتخاب رئيسا للجمهورية يستلم محله، وهذا جاء بقرار المحكمة الاتحادية، وهناك نصوص دستورية تدعم هذا الرأي، وواقع الحال يدعم هذا الرأي حتى لا يحصل هناك الفراغ الدستوري الذي نتخوف منه. لو لم يستمر رئيس الجمهورية بصلاحياته لكان هناك فراغا دستوريا، لكن رئيس الجمهورية سيستمر بمهامه، لكن يعتبر رئيس كصلاحيات مؤقتة ولا يتمتع بكل الصلاحيات، لأن يعتبر دوره مؤقتا لحين تسليم مهامه إلى رئيس الجمهورية المنتخب. طيب هسه بعد هذه المخالفة الدستورية وهذا الفراغ، المشهد كيف راح يكون؟ البرلمان هو من يوجه مثلا يطلب من المحكمة الاتحادية فتح باب الترشيح بطلب له شنو الصياغة القانونية لإعادة فتح باب الترشيح بعد انقضاء 30 يوم؟ لا، الترشيحات محددة بالقانون، قانون انتخاب رئيس الجمهورية نص على أن تكون هناك فترة ترشيحات 3 أيام، وقد فتحت هذه الترشيحات وقدمت ترشيحات عديدة وأغلقت فترة 3 أيام. ستكون هناك ترشيحات موجودة ومحفوظة، وهذه الترشيحات ستعتمد لأنها قدمت أثناء الفترة القانونية، وستعتمد هذه الترشيحات عندما تجري العملية الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النواب، طبعا بعد أن تنعقد الجلسة بأغلبية الثلثين الذي قررتها المحكمة الاتحادية. وأود أن أبين أن المخالفة الدستورية التي ارتكبها مجلس النواب في عدم انتخاب رئيس الجمهورية ستؤدي إلى الإخلال بسمعة البلد، تؤدي إلى هناك جانب معنوي يسيء إلى سمعة البلد، يؤدي إلى ائتمان الاقتصادي والائتمان السياسي في لدى دول العالم، لدى المجتمع الدولي للبلد. سيكون البلد ذو سمعة مخدشة من الناحية الاعتبارية والمعنوية أمام دول العالم، حيث أن الدولة عندما تتمتع بسيادة كاملة وتتمتع بالتزام
دستوري وتجري مجريات تطبيق الدستور وخاصة في انتخاب رئيس الجمهورية، هذا سيكون بلد ذو سمعة عالمية مستقرة وذو ائتمان اقتصادي. الائتمان الاقتصادي يعتمد من قبل الشركات العالمية التي تريد أن تقدم للعراق الاستثمار، والعراق بأمس الحاجة إلى هذه الشركات ولرؤوس الأموال الأجنبية، مثل ما عملت باقي الدول باستخدام رؤوس الأموال الأجنبية وأدت إلى ازدهارها وتطورها. طيب. الشركات الأجنبية والشركات العالمية ورؤوس الأموال وحتى المنظمات الدولية ستكون مترددة في الإقدام العراق، وبالتالي هذا سيساهم في عزة العراق، في تجنب العراق، في عدم إقدام رؤوس الأموال العراق، وبذلك سيحرم العراق من هذه الفرص، سواء فرص رؤوس الأموال الأجنبية للتساهم بالإعمار، فرص قدوم الشركات الأجنبية، فرص اعتماد العراق كدولة عضو بالأمم المتحدة وذو سيادة كاملة، وسيعتبر العراق من الدول التي ترتكب المخالفات الدستورية، وهو ويؤشر على العراق بذلك أن بأنه لا يحترم دستوره ولم يطبق دستوره، وخاصة في موضوع مهم مثل انتخاب رئيس الجمهورية اللي هو يعتبر رمز السلطة في البلد ورمز الحكومة. يعني هذه التبعات اللي حضرتك تتحدث عنها تبعات كبيرة جدا للأسف، يعني بموازاة ذلك ما شفنا أي تفاعل سياسي من قبل الكتل السياسية اللي هي كانت يمكن سبب رئيس بعدم اختيار رئيس الجمهورية ضمن هذه المدة فيما يخص هذا الموضوع وهذا الخرق الدستوري. تحدثنا عن البرلمان، وضع حكومة تصريف الأعمال شنو حاليا أيضا سيد حيدر؟ نعم، بعد حل البرلمان نفسه ينص الدستور أنه عند حل البرلمان أو سحب الثقة من الحكومة، وهنا الحالة المتحققة هي حل البرلمان نفسه، عندما ينص الدستور عندما يحل البرلمان، وباعتبار البرلمان هو الذي منح الثقة للحكومة، تكون الحكومة تدخل في مرحلة إدارة الأمور اليومية وتصريف الأعمال. وتصريف الأعمال يعني وحدد معنى تصريف الأعمال بالنص في المادة 42 النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 3، بأن الحكومة تصريف الأعمال تقوم بإدارة المهام اليومية التي لا يمكن تأجيلها ولتصريف الأعمال الأمور اليومية التي لا يمكن تأجيلها أو تركها، ولا يدخل ضمن ذلك عقد القروض وعقد الالتزامات وعقد الاتفاقيات والكثير من الالتزامات الدولية وكثير من وكذلك تعيين المناصب العليا والدرجات الخاصة. فلذلك حكومة تصريف الأعمال تعني أنها لا تتخذ قرارات سيادية استراتيجية لمدى بعيد طويل، كذلك لا تقوم بإنشاء مراكز قانونية ملزمة للبلد أو تحكم البلد. لذلك هذه بينما أن البلد المستقر يحتاج إنشاء مراكز قانونية، يحتاج اتفاقيات مع دول العالم، يحتاج إلى قروض ميسرة، يحتاج إلى اتفاقيات، يحتاج إلى مداولة في المناصب العليا والدرجات العليا حسب الكفاءة وحسب المهنية وحسب المكان. هذه القرارات التي لا تستطيع الحكومة اتخاذها في ظل مرحلة تصريف الأعمال ستحرم البلد من فرص تطور كثيرة ومن فرص المشاركة مع أو المساهمة مع المجتمع الدولي في إعمار البلاد سواء وبالسياسة العامة للدولة. أنا أشكرك جزيل الشكر الخبير القانوني السيد حيدر الصوفي، رمضان كريم على حضرتك وشكرا لك. الأخبار مستمرة. خول مجلس الوزراء المديرية العامة للتقويم والامتحانات في وزارة التربية بصلاحية طبع الدفاتر الامتحانية للصف السادس الإعدادي حصرا وتجهيزها خارج العراق، وذلك في حال عدم إمكانية مطبعة وزارة الداخلية توفير الدفاتر بالمواصفات والشروط المطلوبة. وزارة التربية أيضا حظيت بقرار يسهل إجراء الامتحانات من الآن بما تتطلبه من طباعة الدفاتر الامتحانية وغير ذلك، وقرار مجلس الوزراء اليوم دعم هذه الوزارة في تهيئة مستلزمات العملية التربوية فيما يتعلق بطباعة الدفاتر الامتحانية.
يأتي ذلك بعد مرور 4 أشهر على إعلان هيئة النزاهة استقدام وزير ومدير عام سابقين على خلفية التحقيق بعقود وزارة التربية لطباعة الكتب والدفاتر لوجود مخالفات شابت عقدا أبرمته الوزارة مع إحدى الشركات الأهلية. وقالت الهيئة في بيان إن دائرة التحقيقات في الهيئة أصدرت أمر استقدام لوزير التربية والمدير العام لشركة النهرين للطباعة وإنتاج المستلزمات التربوية السابقين. وأضافت أن تفاصيل القضية تشير إلى اتهام أحد أعضاء مجلس النواب بالاستيلاء على عقود وزارة التربية لطباعة الكتب والدفاتر وإحالة عقد طباعة الدفتر المدرسي من قبل قسم العقود إلى شركة النهرين التي قامت بدورها بإحالة العقد إلى إحدى الشركات الأهلية لغرض طباعته خارج العراق. إذن تواصل حكومة تصريف الأعمال إصدار التخاويل الوزارية وتوقيع التعاقدات في خطوة عدها خبراء القانون خرقا قانونيا، وآخر تلك الخروقات تخويل وزارة التربية بالتعاقد للطباعة خارج العراق، فيما تستمر هيئة النزاهة في التحقيق باستحواذ نائب على عقود الطباعة في الخارج. منح صلاحيات التعديل على عقود مشاريع استراتيجية وتخويل وزير المالية بالتفاوض والتوقيع على اتفاقيات مع دول أوروبية ورسم استراتيجيات لسداد الدين العام ضمن الموازنة وجدولة ديون المستثمرين وتخويل وزارة التربية على عقد طباعة الدفاتر في الخارج. قرارات أصدرتها حكومة تصريف الأعمال والتي يبدو أنها تمارس صلاحيات كاملة لا تتعلق بتسيير الاحتياجات اليومية الطارئة بحسب ما نص عليه القانون، والذريعة مقتضيات المصلحة العامة. وزارة التربية أيضا حظيت بقرار يسهل إجراء الامتحانات من الآن بما تتطلبه من طباعة الدفاتر الامتحانية وغير ذلك، وقرار مجلس الوزراء اليوم دعم هذه الوزارة في تهيئة مستلزمات العملية التربوية فيما يتعلق بطباعة الدفاتر الامتحانية. أحد قرارات حكومة تصريف الأعمال في جلستها الأخيرة لا يتعارض فقط مع مقتضيات المصلحة العامة بل يهدد بضياع المال العام. ملف طباعة المناهج الدراسية واستيراد اللوازم المدرسية من الخارج من أقدم وأهم ملفات الفساد ما يزال أمام أنظار هيئة النزاهة منذ سنوات. هيئة النزاهة أكدت في آخر بيان لها في كانون الأول الماضي استقدام وزير تربية سابق ومديرين سابقين في الوزارة للتحقيق في قضية فساد تتعلق بطباعة المناهج في الخارج. تحقيقات النزاهة توثق تورط نائب في الاستيلاء على عقود طباعة المناهج الدراسية، قضية تتفاعل منذ سنوات تؤخر البت فيها ضغوط سياسية تمارسها الجهات المرتبطة بالنائب المتورط. ويخشى الشارع العراقي انعكاس الخلافات السياسية على حكومة تصريف الأعمال والتي يبدو أنها تتعرض لضغوط من قبل جهات للحصول على قرارات استثنائية كالعفو الخاص الذي أصدر لصالح عصابة مدانة بالإتجار بالمخدرات أو منح صلاحيات وتخويل قد تستغل لنهب المال العام. الأخبار مستمرة. اقتصاديا، كشفت مصادر مطلعة عن تهديد يواجه مليارات الدولارات الموجودة على شكل ودائع عراقية في المصرف المركزي اللبناني، والذي أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية إفلاسه أول أمس. وبحسب المصادر فإن الودائع العراقية يمكن أن تصل إلى 50 مليار دولار، مشيرين إلى أن جزءا كبيرا من تلك الأموال هي عمليات تبييض كبيرة حصلت خلال العقدين الماضيين، كما يحصل المودعون العراقيون على تسهيلات من مصارف لبنانية لإدخال تلك الأموال من دون عمليات تدقيق معتادة. هذا وتوقع رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشار الأسمر زيادة العمالة اللبنانية الوافدة إلى العراق خلال المرحلة المقبلة. وقال الأسمر إن العراق استقبل الفنيين والمهندسين والتقنيين ورجال أعمال لبنانيين خلال المرحلة الماضية، مشيرا إلى أنهم يأخذون حقوقهم في العراق على أتم وجه، متوقعا ازدياد أعداد اللبنانيين الذين سيأتون
إلى العراق للعمل، مؤكداً أن العراق منح هؤلاء العمال كثيراً من التسهيلات مما حفزهم على القدوم إليه دون الدول الأخرى. إلى ذلك، رجح خبراء اقتصاديون بقاء سعر النفط خلال العام الحالي فوق $100 للبرميل، لافتين إلى أن عدم إقرار الموازنة يمنع التصرف بالوفرة المالية المتحققة من الصادرات العراقية في الاستثمار. وقال الخبراء إن معظم القرارات لوكالة الطاقة الدولية تؤكد استمرار ارتفاع أسعار النفط، لا سيما بعد المتغيرات الأخيرة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا والعقوبات التي نتجت عنها والاتفاق النووي الإيراني وتوقف إمدادات النفط في ليبيا وكازاخستان وأذربيجان، وهذا يؤدي إلى زيادة في الطلب، لافتين إلى أن سعر البرميل سيستقر فوق $100، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام ثلث الخزين الاستراتيجي لها بضخ 1,000,000 برميل من النفط يوميا. في المقابل، أعلن شركة سي إي إم سي الصينية للهندسة أن الإتلاف التجاري الذي تنتمي إليه وقع عقدا بنحو $412 مليون مع شركة كوينت في البصرة بشأن مشروع مشأة لمعالجة الغاز الطبيعي في العراق. وكشفت وزارة النفط عن حجم حاجة العراق من الغاز الطبيعي يوميا، فيما وضعت موعدا تقريبيا لاستكمال المشاريع الحالية وتقليل الاستيراد. وكانت الوزارة قد أشارت إلى أن تشغيل مشاريع الغاز التي يعمل العراق عليها حاليا يحتاج من 3 إلى 4 سنوات لتدخل بالتدريج في الخدمة، وبالتالي تقل الحاجة إلى الاستيراد. يتساءل مواطنون عن انعدام الرقابة على المولدات الأهلية وتحكم أصحابها بأسعار التجهيز ورفعها كيفما شاءوا، لا سيما في شهر رمضان، فيما يرى آخرون إن ملف فساد في هذه القضية يعيق التحكم بتسعيرة وأوقات التجهيز. ارتفاع باهظ بتسعيرة المولدات الأهلية، حيث اشتكى العديد من المواطنين في العاصمة من ارتفاع سعر الأمبير الكهربائي مع حلول شهر رمضان الذي يعيد المشهد نفسه في كل موسم، ويتضمن غياب الطاقة الكهربائية الحكومية وقيام أصحاب المولدات الأهلية باستغلال الأزمة والتلاعب بالأسعار المحددة وابتزاز المواطنين، حيث يتجدد هذا التجاوز رغم تحديد محافظة بغداد التسعيرة وتلويحها بفرض عقوبات على المخالفين. يعني المفروض يا رقابة عليهم، قد لها مو هالأسعار بس شهر واحد عاد رمضان، كرامة رمضان لا أكثر ولا أقل. ماكو مراقبة عليهم، لأن هم متفقين ويا جماعة الكهرباء أيام رأس الشهر يطفون حتى في سبيل يجمعون، هاي خليها ببالك وإحنا صايمين. جهات حكومية وحزبية تضغط باتجاه عدم تطبيق العقوبات ضد أصحاب المولدات غير الملتزمين بالتسعيرة المحددة من المجلس، مع زيادة انقطاع الكهرباء الوطنية في مناطقهم. نطالب مراقبة والدولة أنه تعاون المواطن وتساعد هو حتى بالمولدة، تساعد أنه ينزل الأسعار أنه الغاز توفر له. حتى إذا يراقبوه هو ما يلتزم، يعني إذا يلتزم بالتسعيرة يقصبك بالقطع وبالتفاصيل الأخرى، فالمواطن يعني مضطر أنه يدفع للأبو المولدة في سبيل أن يأمن يعني وضعه يومية، وإلا يعني المفروض هي تكون تسعيرة ثابتة وعلى عدد ساعات التشغيل يحسبون الفلوس مالتها، تقدم شغل كم ساعة عداد بالضبط ويحسبوها وتطلع. التمادي في زيادة أسعار التجهيز الكهربائي الأهلي جاء بعد أن غضت محافظة بغداد بصرها عن أصحاب المولدات الذين لم يلتزموا بتسعيرتها التي حددتها وفق كتاب رسمي، ووجهت على أثره بمحاسبة المخالفين، والتسعيرة الحكومية كانت تنص على أن سعر الأمبير الواحد يبلغ 6,000 دينار بواقع تشغيل من الساعة 12:00 ظهراً وحتى 5:00 فجراً، في حين يبلغ سعر التشغيل الذهبي 11,000 دينار فقط وليس 16,000 أو 20,000 دينار. ويطالب مواطنون بمحاسبة أصحاب المولدات الأهلية الذين يستغلون الأزمات برفع سعر الأمبير يصل في بعض المناطق 30,000 دينار. من بغداد، أنس يوسف، قناة الفلوجة.
إذن مشاهدينا، ينضم إلينا الخبير في مجال النفط والطاقة الأستاذ فرات الموسوي. أهلا بك سيد الموسوي. إذن وفرة مالية من عائدات النفط، يعني يقابل هذه الوفرة تردي واضح بمختلف المجالات. سؤالي لحضرتك، يعني سعر البرميل المعلن يذهب كما هو لخزينة الدولة؟ نعم، مساء الخير عليكم جميعا وعلى السادة مشاهدي قناتكم الكريمة. حقيقة يعني الآن نحن نمر الآن بفرصة اقتصادية استثمارية جيدة جدا بالارتفاع الإيجابي لأسعار النفط، وخصوصا لدولة أحادية الاقتصاد، لدولة ريعية مثل العراق تعتمد في موازنتها على أكثر من 92% من النفط. الآن النفط يعني تجاوز حاجز $100، وقراءتنا وتحليلنا لغاية هذه السنة بالكامل سيكون فوق $100، وهذه راح يوفر لنا وفرة مالية كبيرة. يعني بالربع الأول ثلاثة أشهر الآن الشهر الواحد والثاني والثالث سيد المتوقع أن يستمر، يعني أن يبقى سعر البرميل فوق $100؟ نعم سوف يستمر، حتى في حالة انتهاء الحرب روسيا مع أوكرانيا، لأن هناك عقوبات ما زالت مستمرة عليها. أيضا مثل ما تفضلتوا هذا نقص، هناك نقص كبير في الإمدادات، هناك طلب والعرض قليل، يعني هناك مشاكل كثيرة منها إمدادات ليبيا، فنزويلا، الاتفاق النووي الإيراني، هذه كلها تساهم في زيادة أسعار برميل النفط. كل ما يحدث، رغم أن أمريكا الآن يعني ستسحب ثلث من احتياطها وانتجها الاستراتيجي، ولكن هذا لن يقل يعني عن $100. ربما الاستقرار أو الشيء الجديد أنه لن يقل عن $100 ولن يرتفع مزيدا أكثر. هذا فقط اللي راح تقدر تسويه هذه الدول فقط. لهذا العراق سوف تكون له وفرة مالية كبيرة، يعني خلال ثلاثة أشهر الآن الأولى في الربع الأول من عام 2022 تحقق $28 مليار وفرة مالية من ثلاثة أشهر. في نفس العام الماضي كان لا يتعدى الـ $15 مليار. هذه الوفرة المالية حقيقة من شأنها أن تعيد التنمية الصناعية الاقتصادية، يعني على الشيء الاقتصادي المرتفع بالنسبة للعراق، ولكن في ظل يعني إرادة وطنية خالصة، في ظل حكومة وطنية مشكلة، ممكن أن تستثمر هذه الوفرة. في حالة يعني الآن نحن لا نشهد تشكيل حكومة، أحد تداعيات يعني عدم تشكيل الحكومة لحد الآن. نعم عدم إقرار الموازنة هذا حقيقة جاء نتيجة عدم تشكيل الحكومة لحد الآن. نتيجة يعني أحد تداعيات عدم تشكيلها هو عدم إقرار الموازنة. عدم إقرار الموازنة لعام 2022 يعني عدم وجود أي يعني أي مشاريع استثمارية، أي تنمية اقتصادية صناعية زراعية في البلد. الكل يعني الكل شيء معطل، يبقى يعني مجرد يعني فقط هذه الرواتب تدفع شهريا. أكثر من هذا لا يوجد أي مشاريع ممكن أن تنجز، ولا يوجد أي استثمار حقيقة استثمار فعلي لغاية لهذه الأموال. لهذا يعني نتيجة هذا الخجل السياسي حقيقة يلجأ الآن البرلمان لإصدار قانون الطوارئ، وهذا أيضا يعني له تداعيات ومشاكل كثيرة. وكل هذه الأمور نتيجة تداعيات عدم تشكيل الحكومة. ولحد هذه اللحظة لا يوجد الاستفادة من ملف الطاقة وهذه الوفرة المالية. طيب يعني سيد الموسوي، ربما لم تجبني، هل يعني يذهب سعر البرميل المعلن يذهب كما هو لخزينة الدولة؟ لا يذهب حقيقة. جزء من هذا البرميل يذهب إلى جولات التراخيص، وجزء يذهب إلى استثمار. سعر البرميل يعني تكلفة سعر برميل العراقي طبعا يختلف من حقل إلى حقل، بحدود $9 إلى $11. أيضا يعني جزء من عدها يذهب إلى جولات تراخيص. يبقى تقريبا أكثر من ثلثي هذا المبلغ يبقى لخزينة الدولة، أكثر من الثلثي يبقى، وهو يعني مبلغ كبير جدا وفي تصاعد مستمر. نعم إذن الخبير في مجال النفط والطاقة الأستاذ فرات الموسوي كنت معنا، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات.
الأخبار مستمرة. حياكم الله على ندخلية الإعلام الحكومي. عددا من الإجراءات بشأن ملف الأمن الغذائي والمائي، فيما أكدت السماح لوزارة التجارة باستيراد الحنطة بسقف لا يتجاوز 3 ملايين طن وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والإنشائية والأدوية. وقالت الخلية إن الحكومة وافقت على إلغاء القرارات المتعلقة باستيراد المواد الغذائية لمدة 3 أشهر، كما أشارت إلى إطلاق حصتين للسلة الغذائية خلال شهر رمضان، في حين لفتت إلى منصة أطلقتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء خاصة بتسلم شكاوى من قبل المواطنين بما يخص السلة الغذائية. هذا وأعلنت خلية الإعلام الأمني إجراء مئات من جولات المراقبة للأسواق في جميع المحافظات، فيما قبضت على عشرات من المتلاعبين بالأسعار. هذا وقال رئيس خلية الإعلام الأمنية لواء سعد معن إن الخلية أجرت 1350 جولة لمراقبة الأسواق في جميع المحافظات، تم من خلالها القبض على 188 شخصا من المتلاعبين بالأسعار، مشيرا إلى أن الخلية ضبطت نحو 100 حالة غش تجاري و105 معامل غير مرخصة، في وقت أشار فيه إلى أن قيادات العمليات المشتركة كان لها دور في عملية السيطرة على التهريب. إذن انهيار بات وشيكا لقطاع الدواجن في محافظة صلاح الدين دون اهتمام أو دعم حكومي، ليصل إلى إغلاق العديد من حقول الدواجن من قبل أصحابها بعد الخسائر التي تكبدوها جراء ارتفاع أسعار الأعلاف، مما يهدد بأزمة اقتصادية جديدة. كحال باقي القطاعات الزراعية، تعاني الثروة الحيوانية وتحديدا قطاع الدواجن من إهمال واضح، لتتصاعد بذلك المخاوف من انهياره، مكبدا المنتج الوطني خسارة أخرى قد تطيح برغبة المستثمرين بتنفيذ خطط للنهوض بالمنتج المحلي. أصحاب الدواجن أوجزوا مشاكلهم بغلاء الأعلاف، حيث وصل سعر الطن الواحد لمليون دينار بعد أن كان سعره 400,000 دينار. أما الأدوية والعلاجات البيطرية فليس أمام المربين سوى شرائها من السوق المحلية دون دعم حكومي. الكرتون هنا البيض ب40,000، والطن هنا العلف بمليون، يعني باع هسه هذا الدجاج هسه جوعان، باع هسه شلونه ما نقدر نشتري له علف. احنا نطالب يدعمون، يعني يدعمون هاي الثروة الحيوانية، يدعموها بأعلاف بأدوية، يعني كلها هذه غالية حيل، يعني هاي كلها أسواق سودة جاي يشتروها أهل الحقول. عاملون في قطاع الثروة الحيوانية اشتكوا من ضياع فرص عملهم بسبب خسارة أصحاب الدواجن، مما عادهم إلى خط البداية باحثين عن فرصة عمل تقيهم شر الفقر. أستاذ، هذا أن الحقول سدوهن 4 بسبب الارتفاع الأعلاف و البيض يعني نازل سعره، هذا هسه مهدد هم، يعني على الامر راح يعزلوه خلاص، واحنا هنا عمال نشتغل على الباب الله وعندنا عوائل، والله صار لنا شهرين مو مستلمين راتب، من ما يوزدون العلف، يبيعون البيض وما يوزدون يشترون حتى علف. مهددا بازمه اقتصاديه جديده، يودع قطاع الدواجن محافظه صلاح الدين بعيدا عن الاضواء التي تسرقها الازمات السياسيه، فأعداد الحقول بتناقص مستمر، ومصيره إن استمر الإهمال الحكومي انهيار وخسارة لا تعوض. من صلاح الدين، عبد المنعم الويسي، قناة الفلوجة. أكثر من 10,000 نسمة في منطقة أم العظام غرب بعقوبة يعانون من انتشار أمراض الجهاز التنفسي بسبب إنشاء موقع لجمع النفايات وسط المنطقة وانتشار الانبعاثات السامة منه، فيما يطالب الأهالي بمنع تحويل الحي إلى مكب للنفايات. يحمل سجاد جهاز التنفس أينما حل أو ارتحل، فقد أصيب بمرض الربو المزمن قبل سنتين، أدخنة وأمراض تنتشر بالقرب من موقع جمع النفايات
هنا في غرب بعقوبة، حيث منطقة أم العظام يسكن ما يقرب من 10,000 نسمة، لا إن الأمراض تحيط بهم بعد إنشاء موقع لجمع النفايات تابع لبلدية بعقوبة. أكثر من مرة جاي يشعلونها، فمن شعلوها يعني مرتين ثلاثة دخان وهاي، فشكل عندي ربو، من شكل عندي ربو يعني هسه أدنى دخان تراب، ما أقدر أتنفس إلا جهاز ما التنفس. لما يحرقونها يعني ما لنا قاعدة، هاي القرية كلها ما لها قاعدة ببيوتها، يحرقون هاي السنان والريحة مالت البلاستيك كلها تجي. تستغرب العائلات من إنشاء هذا الموقع داخل منطقة سكنية بل لا يبعد سوى 100 متر عن دائرة الصحة العامة، وقد تتكرر مأساة الأهالي بالهجرة القسرية هربا من الروائح والأمراض، كما حصل سابقا عندما هربوا من بطش الإرهاب. شيء ما يشبه شيء، يعني الطمر صحي بنص منطقة سكنية، يعني هاي راح تتحول يعني حجره. انا قبل علينا ما علينا من التهجير، هسه تهجير بسبب ريحه الطمر الصحي. بلديه معقوبة الجهه المستفيده من موقع جمع النفايات عللت الامر بعدم وجود موقع بديل في الوقت الحالي، اضافه الى هشاشه الوضع الامني ليلا في الطمر الصحي في ناحيه كنعان، مما يضطرها الى استخدام هذا الموقع حاليا. والله بدال بالوقت الحالي ما عندنا، لان قطعه ارض توفر بها الشروط البيئيه والصحيه ما موجوده في هذا المكان. طلعنا كشف اكثر من دائره عن البحث عن قطعه ارض مناسبه ما توفرت. وتستمر التحذيرات من كارثه بيئيه وصحيه في حال استمرت الجهات المعنيه بجمع النفايات وسط الاهالي واحتراقها بين فتره واخرى. من محافظة ديالى عمر العبيدي، قناة الفلوجة. إذن الحمى النزفية واحدة من أخطر الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، بات ينتشر بشكل مخيف في ذي قار مهددا حياة المواطنين، فيما تؤكد الدوائر الصحية في المحافظة سعيها لاحتواء الخطر. في ظل تزايد الأوبئة التي يعاني منها البلد، يتخوف المواطنون من وباء قديم جديد يصيب الحيوان وينتقل إلى الإنسان ويقضي عليه. الحمى النزفية تضاف إلى سلسلة من الأمراض الفتاكة التي بدأت تقلق الأوساط الشعبية هذه الأيام. الأمراض المشتركة اللي بعض الحالات اللي تحدث خاصة مرض الحمى النزفية، هذا المرض من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. للأسف الشديد سجلت في دوائر الصحة بعض الإصابات وخصوصا في محافظة ذي قار. هذا المرض يعني من الأمراض اللي قد تنتج إلى إصابات قد تصل إلى حد الوفاة. الظاهرة والآفة الخطيرة التي بدأت تفتك المواطنين في محافظة ذي قار يجب أن تتابع من قبل دائرة الصحة ذي قار، خاصة يعني أطباء البيطريين في المحافظة، لأن أكيد المحافظة الناصرية وباقي محافظات العراق يعني ما حاولت أو تتخلص من جائحة كورونا بشتى الطرق من خلال الوقاية الصحية. وتتحدث الأرقام الصادرة من دائرة صحة ذي قار عن تسجيل 20 إصابة بالحمى النزفية منذ مطلع العام الحالي، بينها 15 حالة سجلت خلال الأسبوعين الماضيين، توفى منها 8 حالات حتى الآن، إلى جانب الاشتباه بعدد من الإصابات غير المؤكدة. شهدت محافظة ذي قار في الأيام القليلة الماضية تسجيل 3 إصابات جديدة بمرض الحمى النزفية، ليبلغ العدد لكل الإصابات المسجلة منذ منتصف العام الماضي 2021 ولغاية الآن 19 حالة، منها 7 وفيات. المرض مرض الحمى النزفية هو من الأمراض حيوانية المنشأ. فيما اتخذت دائرة الصحة إجراءات وقائية للتعامل مع أي تطور مستقبلي، فيما يؤكد خبراء أن الأطباء البيطريين والقصابين ومربي المواشي هم الأكثر عرضة للإصابة بالحمى النزفية. الوقاية أفضل الطرق لمواجهة الحمى النزفية، وذلك من خلال منع تربية المواشي في الأحياء السكنية والحد من ظاهرة الذبح العشوائي. من ذي قار سعد الركابي، قناة الفلوجة. الأخبار مستمرة.
أعلنت مديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع استخراج 29 رفاتا لشهداء عراقيين و24 رفاتا لإيرانيين من ضحايا الحرب العراقية الإيرانية في البصرة وميسان وواسط وديالة. هذا وذكر بيان للوزارة أن من بين الرفات 3 شهداء لعراقيين معلومي الهوية و11 رفاتا لإيرانيين معلومي الهوية أيضا، موضحا أن عملية الحفر المشتركة مع الجانب الإيراني للبحث عن المفقودين العراقيين والإيرانيين مستمرة وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق وإيران، كاشفا أن العملية تمت بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مبينة أنه تم إيداع الرفات في مستودعات حفظ الرفات في البصرة. علقت مديرية شرطة بغداد الرصافة على ازدياد ضحايا النزاعات العشائرية، أكد مدير شرطة الرصافة اللواء الحقوقي إسماعيل الجريطي أن مديريته تعمل على اعتقال كل من يشرع بمثل هذه النزاعات بدلا من اللجوء إلى القضاء. الحوادث الجنائية حقيقة موجودة في كل مكان وفي كل بلد، ولكن الدقة العشائرية اللي ربما تنفرد بها بعض المحافظات موجودة في المناطق العشوائية نتيجة خلافات تحدث بين عشيرتين لأسباب معينة، قد تكون مادية أو قد تكون نزاع على أرض أو غيرها من القبيل. هذا هذه الحوادث حقيقة سجلت في الفترة السابقة عندنا في ضمن هذه المناطق العشوائية، ولكن اليوم لاحظ أنه بدأت تقل شيئا فشيئا نتيجة التعاون القوات الأمنية والقضاء في الحد من هذه الظواهر والقبض على الجنات الذين يقومون بهذه الحوادث. العادات والتقاليد التي تمارسها كجزء من حياتك واحتفائك برمضان هي ذكريات وآمال بعيدة المنال عن نازحين يمر عليهم الشهر للمرة الثامنة وهم في المخيمات التي أصبحت برزخا بين الحياة والموت، فيما يتجدد دعاهم بالعودة إلى ديارهم كلما زارهم الشهر الفضيل. ثامن رمضان يهل على نازح الموصل القاطنين في مخيم بحرك شمال أربيل، وهم على حالهم يعيشون حياة صعبة، لكن الأصعب فيها هو استعادة شريط ذكرياتهم قبل النزوح والتهجير، وما رسخ فيها من عادات وطقوس وتقاليد خاصة بشهر رمضان الفضيل. يعني بيوت بيت راح كله راحت كله راح، يعني قعدنا على الحديدة، هسه جاي نشتغل بيش ما كان بس نعيش، يعني ما نريد احنا بس فقط المعيشة، احنا ما نريد منهم لا بيوت ولا كل شيء، بس نريد المعيشة اللي مثل ما يقول نظيفة، احنا ما نريد نروح نمد ايدينا ولا نروح واني ما مدي اتجاوز على احد ولا، بس سبب اذيتنا ومجيئنا لكل مكان هم هذولا. ما نعرف شو نوصل لكم من الكلام حتى نقول لكم بل شيء تحسون، لان ملينا ظلينا شدناكم الا قلنا بس ما تحسون يا برلمانيين يا نوابنا يا معودين. عام يتبعه اخر وهم يعيشون حياة الضنك وقساوة الظروف وسط أمنيات العودة للديار، لكن الأمنيات على بساطتها شيء والواقع على مرارته شيء آخر، فمعوقات الخراب والوضع الأمني تبقي عيونهم تستشرف الأيام مرتقبة فرجا قريبا. لا عندنا يعني لا راتب لا هذا، يعني شغلة شوية صعبة ومساعدات ماكو، مساعدات كل مساعدات ماكو. طبعا نحن مناطقنا والعوائلنا بس ما عندنا والله بيود نرجع عليها. تشير الصيات الرسمية إلى أن ما يقرب من 1000 أسرة نازحة من أقضية ونواحي أم الربيعين يحتضنهم هذا المخيم، يمنون النفس في هذا الشهر الفضيل بطي صفحة نزوحهم بكل مآسيها. نحن كإدارة مخيم ده نشتغل على أكثر من جهة، أكثر من أشخاص خيرين متبرعين يقدروا يوفروا الاحتياجات الأساسية لشهر رمضان للعالم الموجودين، سواء الفقراء المحتاجين الأرامل المطلقات، في فئات مثل المستضعفة، فئات ما عندهم مصدر رزق. من مخيم بحركة في أربيل، بشير الحسن، قناة الفلوجة. إذن أمسيات رمضان وتجمع الأهالي على ضفاف الفرات حتى ساعات متأخرة من الليل في الفلوجة، رسائل واضحة تبعثها الأنبار مفادها أن الأمن والاستقرار
الذي ترسخ بتضحيات القوات الأمنية بات سمة المدينة البارزة، وأنها باتت مقصدا للزائرين من بقية المحافظات. أمن واستقرار وليل يضج بالحياة هنا في الفلوجة، يبرهن الأهالي على أن ما تتمتع به المدينة من أمن وازدهار لم تشهده منذ سنوات، فترى الشوارع مزدحمة حتى بعد منتصف الليل. الفلوجة الحمد لله أمان، الحمد لله والشكر، يعني ما كفى شيء بيها، يعني مضوجنا الحمد لله، نطلع بالليل نطلع بثنتين نطلع بثلاثة، الحمد لله والشكر أمان ومرتاحين الحمد لله، ونفطار والحمد لله الأجواء كلها حلوة، وخاصة هسه شهر رمضان الحمد لله والشكر رب العالمين. هسه ايش قد الوقت؟ هسه الساعة 12 وشوية، مو اي الحمد لله، فاحنا نظل يعني الوحدة 12 ونص وحدة ونص نظل يعني نفطر، ماكو فشي يعني الحمد لله والشكر. ما تعيشه مدن الأنبار اليوم لم يتحقق لولا تضحيات القوات الأمنية وجهود أبنائها، لا سيما أن الفلوجة باتت مدينة سلام تحتضن أبناء المدن الأخرى، والفرات شاهد هنا. احنا من أهل بغداد وجايين الهجوة الرمضانية هذه الجميلة اللي بالفلوجة، ما شاء الله الأمن والأمان والناس الطيبة، الناس الكرماء، إن شاء الله يا ربي يديم هالأمن والأمان على الفلوجة. عم علينا الأمن والأمان بجهود قواتنا الأمنية، مثل ما تعرف أنت واجهنا أيام صعبة بالأحداث السابقة بالفلوجة خاصة، يعني وهسه بشهر رمضان الفضيل مثل ما تشوف العالم بعد الأفطار جاي تطلع تفطر وتطلع وترجع لأوقات متأخرة من الليل، وهذا كله بجهود قواتنا الأمنية. الأمسيات الرمضانية الجميلة وتجمع الشباب بالابتسامة على ضفاف الفرات، جميعها رسائل واضحة إلى دعاة الدمار والمتربصين بأن الفلوجة كانت وما تزال مدينة أمن وسلام. الأمن والأمان نعمتان تحققتا هنا في الأنبار بجهود القوات الأمنية وتعاون المواطنين معهم، حيث ترى الأهالي يخرجون بعد الإفطار وحتى ساعات متأخرة من الليل في رسالة تؤكد على أن مدن الأنبار آمنة مستقرة. من الأنبار أحمد ناجي، قناة الفلوجة. رغم التطور والحداثة فإنها ما زالت حاضرة في أحد أقدم أحياء كركوك. مهنة المسحرات أو المسحرتي يحييها رجال طاعنون في السن يصرون على إبقاء الفلكلور المتعارف عليه في شهر رمضان المبارك. تضاءلت فتضاءلت لكنها أبت أن تندثر مهنة الثلاثين يوماً، فلكلور رمضاني قديم. المسحراتي ما زال حياً في منطقة بريادي وسط كركوك. كل الأعمال خالصة في هذا الشهر الفضيل، حتى بالنسبة لكريم العين هذا الذي لا يملك راتباً حكومياً أو وظيفة تعينه، رجل طاعن في السن يصر على إحياء هذه الطقوس. احنا جماعة المسحرتي، جماعة الطبل والدفوف، وقت السحور قبل السحور بساعتين احنا دفوف مالنا والطبل مالنا حاضرين نفطر بالدرابيل، نعطي علم للعالم بأنه وقت السحور اجى، بدقة الدفوف مالنا والطبل مالنا وصلوات صلوات على محمد وآل محمد، العالم يصير عنده خبر ويقعدون للسحور، نعطيهم خبر، يعني صار عندهم علم بأنه وقت السحور تقرب. مو شرط العوائل يفتحون الباب يباعون علينا يتفرجون علينا، لا، الشرط الصبح من يشوفونا يقولون يرحم الله والديكم قعدتنا على السحور، ما صار عندنا خبر، لأن عالم يجي واي عالم يجي تعبانين هلكانين ينامون، واحنا من ندق الطبل والدفوف مالنا نعطيهم خبر يقعدون، احنا هاي الشغل نفتخر به وهذا في سبيل الله. سحور سحور يا أمة محمد، السحور سيد العالم حبيب السروال. قبل رمضان لا كان اكون بي موبايل واش اسمه، كنا ندق بالدف ونصيح سحور سحور، والناس يطلعون شعب من السنتين ونص للثلاثه نص
الصبح نصيح ونفتر الدرابين كلها، هاي العادات القديمة احنا نسويها. هسه سويتها يعني سحور سحور وصلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم، هاي تقاليد قديمة، هاي مشهورة بها كركوك. المسحرتشي باللهجة الدارجة يعتبر شخصا محببا للصغار قبل الكبار في هذه المنطقة. الناس هنا في بريادي اعتادوا رؤية هذا المشهد في رمضان هذا العام والأعوام التي سبقت. العادات دا نسمعوها هسه حاليا، هو ضرب الدف المسحرتشي دا يقعدنا من النوم واحنا تعبانين، لو مو هدولة ما نقدر نقعد. هذا العادة الوحيد الباقي في هذا المنطقة دا يدقوها. نداءات وضربات فنية على الطبلة لإيقاظ النائمين من أجل تناول وجبة السحور. وفق قاعدة الإسلام الثابتة، تسحروا فإن في السحور بركة، قاعدة تحولت إلى عادة ما زالت تمارس في كركوك رغم التطور والحداثة. لقناة الفلوجة، عبد الله العامري، كركوك. ختام هذا الحصاد نذكركم بأهم ما فيه. العراق يدخل أول أيام الفراغ الدستوري، حوارات السياسة تعجز عن سده والبلاد تخلو لحكومة التصريف. تعطل الموازنة يمنع استثمار الوفرة النفطية، وإفلاس لبنان يضع ودائع عراقية بمليارات الدولارات أمام المجهول. هيار وشيك في قطاع الدواجن ينذر بأزمة غذائية جديدة، المربون يهجرون الحقول هربا من أسعار الأعلاف. التمر الصحي يطمر عافية السكان، أم العظام تنشر أمراضها بين أبنائها وموقعها البديل غائب. ومنتقلا من الحيوانات إلى البشر، ذقار تواجه انتشار الحمى النزفية، وباء قديم يتجدد بفعل الإهمال البيطري. الفلوجة دوت تي في للمزيد من الأخبار والتقارير وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي دائما فيسبوك يوتيوب وتويتر. شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.